الحمد لله رب العالمين. نكمل الكلام عن معاصي اليد إن شاء الله. فمن معاصي اليد أن يأخذ الإنسان رشوة وكذا أن يعطيها، والرشوة هي المال الذي يعطى لإنسان لإبطال حق أو لإحقاق باطل. ففي هذه الحال الآخذ والمعطي عاصيان. أما لو منعك إنسان ما هو حق لك ولا تستطيع أن تصل إليه إلا إذا دفعت له مالا ففعلت لأخذ حقك فهذا ليس معصية منك، وأما هو فآثم. ومن معاصي اليد إحراق الحيوان، أي ما فيه روح ولو كان مؤذيا، إلا إذا كنت لا تستطيع أن تحمي نفسك من أذاه إلا بالحرق، وذلك لحديث لا يعذب بالنار إلا ربها، رواه أبو داود. ومن معاصي اليد أيضا التمثيل بالحيوان، أي أن يقطع أنفه وتشرم أذنه ونحو ذلك من التشويه، هذا حرام. ومن معاصي اليد اللعب بالنرد وما شابهه من الألعاب التي تعتمد على الحزر والتخمين لا على الحساب. وقد روى مسلم والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، يعني أنه آثم بذلك. ويؤخذ من ذلك حرمة اللعب بهذه الأوراق المزوقة التي تسمى بالعامية في بعض البلاد ورق الشدة، لأنها تعتمد على الحزر والتخمين لا على الحساب. والمعنى في تحريمها أنها تؤدي إلى تخاصم بلا غاية، لذلك حرمت. أما ما يعتمد على الحساب مثل الشطرنج فهو جائز مع الكراهة. فلا يجوز تمكين الأولاد الصغار غير البالغين من أمثال هذه الألعاب التي تعتمد على الحزر والتخمين والألعاب التي فيها مقامرة، فمن مكنهم من ذلك فهو آثم. ومن معاصي اليدين اللعب بآلات اللهو المحرمة كالمزمار والرباب والأوتار. ومن معاصي اليدين أن يمس الإنسان ببشرته عمدا بشرة أجنبية، سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، وكذا لمس سائر أجزاء بدنها كشعرها وسنها وظفرها، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: واليدان زناهما البطش، أي اللمس، والحديث رواه مسلم. والحكم مجمع عليه، هذا إذا كان اللمس بغير حائل. أما لو كان حائل فصافح رجل امرأة وهو يلبس قفازا أو هي تلبس قفازا فلا حرمة لوجود حائل بينهما، لكن إذا حصل مثل ذلك بشهوة فهو حرام ولو كان بحائل. ويحرم التضام والتلاصق بين الرجال والنساء الأجانب ولو كان بحائل، كأن يضم رجل إلى صدره امرأة أجنبية لا تحل له أو يلصق جسمه بجسمها. ويحرم مس جلد الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا كان بشهوة، وكذلك الحكم بين المحارم. ومن معاصي اليد منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ أو إعطاؤها من لا يستحقها. فمن وجبت عليه الزكاة وتمكن من إخراجها يجب عليه أن يخرجها على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فلا يجوز له منعها ولا يجوز له أن يؤخرها بدون عذر شرعي، ولا يجوز له أن يدفع ما لا يكون مجزئا. فإذا كان الفرض عليه أن يخرج جملا فأخرج شاة، أو كان الفرض عليه أن يخرج شاة فأخرج عملة، فإنه لا يجزئه ولو كانت قيمة ما أخرجه أكثر من قيمة ما وجب عليه. ولا يجوز ولا يجزئ ولا تبرأ ذمته إذا أعطى الزكاة لمن لا يستحقها، أي لغير الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، كالذي يدفع الزكاة في بناء مسجد لا يصح،
فإن الزكاة ما زالت في ذمته، والمال الذي دفعه هو في غير محله ليس له فيه أجر، بل وعليه فيه إثم. ومنع الزكاة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن معاصي اليد ترك إعطاء الأجير أجرته، يعني إذا أدى العمل المتفق عليه فلم يدفع له المستأجر الأجرة المتفق عليها فالمستأجر آثم. ومن معاصي اليد منع المضطر ما يسد حاجته من غير عذر في ذلك، ولا فرق في هذا بين القريب وغيره. ويشمل المضطر أيضا من اضطر لكسوة أو طعام لدفع الهلاك عن نفسه، فمن قصر في ذلك فهو آثم. فإن كان عنده طعام يحتاج فيما بعد إليه، لكن هو غير محتاج إليه الآن، يجب عليه أن يسد حاجة من هو مضطر إليه الآن. فالمسلمون ينبغي أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما صح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به، فالقلم يا أحبابنا كلسان ثان للإنسان، فيجب أن يصونه الشخص عما يصون منه لسانه. فكما يحفظ لسانه عن الغيبة يجب أن يحفظ قلمه عن الغيبة، وكما يصون لسانه عن الكفر عليه أن يصون قلمه عن الكفر، وهكذا. ومن المعاصي الخيانة، والخيانة هي ضد الأمانة، كما لو ائتمنك إنسان على مال فهنا يجب عليك أن تحفظه له، فلا تصرف هذا المال على نفسك ولو كان في نيتك أن تعوض له فيما بعد، إنما تحفظه كما هو في المكان الذي يحفظ فيه مثله. وإذا ائتمنك إنسان على عمله فلا يجوز أن تخونه، وإذا استنصحك فليس لك أن تخونه في النصيحة. وكذلك إذا صليت عليك أن تراعي الأمانة في ذلك، فلا تدخل في الصلاة من غير طهارة. فكل هذه وأمثالها وجوه للأمانة، وتضيع الأمانة فيها وجوه من الخيانة، مثل الشخص الذي يظهر نفسه بأقواله أو بتصرفاته أنه هو أهل لتحمل عبء وظيفة معينة، وهو يعلم أنه ليس أهلا لها، فهذه خيانة في الأحوال. والخيانة من أرذل الصفات، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، رواه ابن حبان من حديث أنس، يعني أن الذي لا يحافظ على الأمانة لا يكون إيمانه كاملا. ومعنى لا إيمان أي لا إيمان كاملا له، أي أن هذا ذنب ليس بالهين. والله تبارك وتعالى أعلم أحكم. نسأل الله تعالى أن نكون من الصادقين، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.